صباح الخير، أنا جودي درويش. أنا الآن واقفة على شرفة منزلي أتأمل العالم الخارجي. منذ بداية الحجر المنزلي وأنا أعتبر كل ما هو خارج المنزل بالعالم الخارجي. أفتقد كثيرا لهذا العالم. هذه الطريق الخالية من السيارات والمرة كانت تعج بالحركة. أفتقد لتركات البلد، أشتاق لتلك الأيام التي أركب فيها السيارة للذهاب إلى المدرسة أو لزيارة العائلة أو للذهاب إلى المراكز التجارية. أشتاق للأصوات الزمامير التي بالأمس كانت مزعجة لكن اليوم أعتبرها جميلة. أشتاق للأشجار المزروعات أمام منزلي، فكنت دائما عند عودة من المدرسة أقطف التوت والأزهار من الحديقة. أشتاق أيضا للوقوف على شرفتي بانتظار ولدي العائد من العمل. أشتاق كثيرا للحياة وبالأخص العالم الخارجي.